السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم راشد ويب كما العادة. اليوم الإخوان جبت لكم واحد لانفورماسيون تري تري انتريسونس خرجت هذه كيلكو زور، يعني واحد شوية ديال الساعات هذه باش خرجت هذه لانفورماسيون. رويال إير ماروك سمعت للناس اللي تشكاو، سمعت بزاف ديال الناس منهم اليوتيوبر، منهم الناس اللي كيتشكاو في لي ريزو سوسيو على الأثمنة الخيالية اللي دارت رويال إير ماروك، ودارت واحد الإجراءات اللي مهمة بزاف. خليكم معنا باش تستافدوا. وإلا كنت جديد ما تنساش تابونا بيان سور. اخواني اخواتي، المعلومه هي كالتالي، هي انه رويال إير ماروك قررت دير لي بري فيكس في لي رول ديالها بسبب الناس اللي تشكاو عليهم بزاف. كاينين بزاف ديال الناس داروا دي فيديو في اليوتيوب، في الانستغرام، في فيسبوك، بارتو في لي ريزو سوسيو، الناس كيتشكاو على الاثمنه الخياليه اللي دارتها رويال إير ماروك، وكيقولوا كوم كوا راه لا كريز ايكونوميك ديال المغرب وديال رويال إير ماروك هي اللي فرضت عليها انها دير دوك لي بري انكرويابل. وخرجت بواحد لارتيكل بواحد القرار انه باش تاكد للناس انهم ما كاينينش في كريز، ودارت دي بري فيكس اللي كيبانوا لكم في الشاشه. دونك على بركه الله غادي نشوفوهم كاملين. كاينين جوج ديال لي باج، هذه الباج الاولى، وندوزو ان شاء الله للباج الثانيه غير باش نشرح لكم هذا الموضوع اللي غابيد شحال من واحد مازال ما عرفش هذه لانفورماسيون، هذه المعلومه هذه. غير هو في ذاك البلاغ اللي خرجوا غلطوا، داروا واحد لا دات اللي هي ميركودي 15 اوت، ولكن ميركودي 15 اوت ما كايناش، واقيلا بغاو يقولوا ميركودي 15 جويي، واقيلا كيهضروا على اليوم يعني لو 15، حيت لو 15 اوت ما جاياش في ميركودي. دونك كنظن باللي انهم غلطوا. المهم على بركه الله غادي نقراو هذا البلان، هذا الطابلو اللي كيبان لكم على اليسار، كيبان لكم لي مارشي لي ديريكسيون ديال رويال إير ماروك. لاسباني مثلا لا لي سامبل غيسوا 3200 درهم، يعني على اليسار بالدرهم، وعلى اليمين بالاورو، يعني 200 اورو 200 اورو على الاخوان، و 350 اورو الي روتور. هذه بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو ولا يرجعوا من اسبانيا، يعني تقدر تمشي من اسبانيا للمغرب وترجع من المغرب لاسبانيا ب 350 اورو الي روتور. بالنسبه للناس ديال فرنسا، سمعوني مزيان، الناس ديال فرنسا 320 اورو، يعني ثمن اللي هو صراحه الله مزيان بارابور هذاك الشيء اللي شفنا قبل، حيت كانوا لي بيي طالعين حتى 300 اورو 3000 اورو 4000 اورو، شي حاجه خياليه الاخوان. ودابا رجعوا لي بيي حتى 320 اورو. وبالنسبه للناس اللي باغيين يقطعوا الي روتور 500 اورو، ولكن الاخوان ما عطاوش التفاصيل بزاف، حيت ما كنظنش انه هذا الثمن غادي يكون مثلا من باري لاكادير. ديما كنعطي ليكزومبل ديال اكادير حيت انا ولد اكادير، يعني كنظن باللي ان هاد لي بري هادو غير ديال كازا وديال العاصمه ديال الرباط وديال طونجي، ولكن اكادير مالوغوزمون كنظن باللي غادي يبقاو في داك لو ميكانيزم ديال تقطع ليسكال وتمشي طال كازا وتعاود تقطع بيا اخر، يعني غادي تقام عليكم غالي. المهم هاد المعلومه الاخوان ما متاكدش منها، انما هاد لي بري اللي داروا مزيانين 320 الي سامبل من فرنسا للمغرب و 500 الي روتور. وبالنسبه للناس ديال بلجيكا 320 500 بحال فرنسا، بالنسبه للناس ديال هولندا حتى هما بحالهم، وبالنسبه ديال الناس ديال ايطاليا بحالهم، الا المانيا غلاوا شويه سي نورمال حيت بعيده شويه، دايرين 365 لا لي سامبل و 550 الي روتور، و يوكي باردون 330 495، لا تركي 465 غلاوها شويه ما عرفتش علاش، و 675 الي روتور، لا روسي 500 و 900 الي روتور. غادي نحل لاباج الاخرى. دونك في لاباج الثانيه الاخوان تسمحوا لي، فيها الدول الاخرين، الجزائر، تونس، ليجيبت، العربيه السعوديه، قطر، عمان، وداكشي كامل. نخليكم تقراو على خاطركم، وديروا كابتشور ديكرون، ديروا بوز باش تعرفوا الاثمنه ديال لي باي اللي باغيين تمشيو لهم ولا ترجعوا منهم. المهم هذا الفيديو كانت غابيد الاخوان غير باش تستافدوا معنا. سمحوا لي على هاد لا غابيديتي، زربت عليكم شويه، ولكن هاد المعلومه ضروريه انكم تعرفوها باش ما تزربوش وتقطعوا لي بي ديالكم. صبروا حتى يكونوا هاد لي بري مضمونين في السيت. انا مشيت شفت دابا لاستون ما فيهش هاد لي بري، انما يقدروا يكونوا غدا ولا بعد غدا، الله اعلم. تسنى واحد شويه ان شاء الله ما يكون على خير. المهم الدوله المغربيه كتسمع لينا، كتسمع الناس اللي كيتشكاو، سي تري بيان، سي اون بون شوز، سي اون بون نوفيل، هادشي مزيان، سافي دير كو الوقت غدا وكتزيد. المهم الاخوان كنتمنى انكم استفدتوا معنا، كان معكم رشيد ويب، تهلاو لي فرشكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.